السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان كل جديد بعمله يوصل لحضراتكم وكل خبر جديد يوصل لحضراتكم. ما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا. ويلا بينا دلوقتي نشوف الخبر الجديد اللي معانا، يا ترى ايه؟ رئيس الوزراء إقامة صلاة عيد الأضحى في المساجد المصرح لها بإقامة صلاة الجمعة. خبر المعانا بيقول: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لمتابعة عدد من الملفات المهمة. وفي مستهل الاجتماع هنأ رئيس الوزراء المحافظين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والذكرى 69 ثورة يوليو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على مصر والشعب المصري بالخير والرخاء. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة متابعة توافر الوقود بأنواعه والغاز بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وخاصة في المحافظات الساحلية والأماكن التي يرتادها المواطنون بشكل مكثف في الأجازات والعطلات، وكذا الاهتمام بالشواطئ في هذه المحافظات الساحلية إلى جانب متابعة ومراقبة وتيسير حركة النقل بالقطارات ووسائل النقل العام ومترو الأنفاق. كما وجه رئيس الوزراء المحافظين لمتابعة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس لمنع أي محاولات لاستغلال المواطنين مع السائقين، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، وخاصة في المنتزهات العامة ووسائل المواصلات، والتصدي بكل حسم لأي مخالفات في هذا الشأن. تطرق رئيس الوزراء لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك مشددا في هذا السياق على ضرورة الالتزام بنفس القواعد المتبعة حاليا، بحيث تقام هذه الشعائر في المساجد المصرح لها حاليا بإقامة صلاة الجمعة، مع الالتزام بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة لأداء الصلاة. كما أكد الدكتور مدبولي مراعاة الالتزام بالتوقيتات الواردة بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وقراري وزيري السياحة والآثار والتنمية المحلية فيما يخص فتح وإغلاق المحال التجارية والمنشآت والمطاعم السياحية والمقاهي وغيرها، مع التأكيد على حظر تقديم النرجيلة والالتزام بنسب التواجد أو الإشغال المقررة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. ودلوقتي وصلنا لنهاية الخبر، وأقول لكم برضو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وما تنسوش تحطوا اللايك فضلا وليس أمرا، وإلى اللقاء في خبر جديد في قناة عبير عامر، إلى اللقاء.